قيمه الجزائر في 2024 ليست كباقي القمم السابقه، لاننا الان الخبراء الان يدرسون تشخيص واقع الدول المنتجه للغاز، تشخيص سوق الغاز، وبناء انطلاقا من هذا التشخيص بناء رؤيه مستقبليه لسوق الغاز يضمن ولاول مره يضمن مصالح الدول المنتجه. الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الجزائر هو المحافظة على استقرار السوق الطاقوي وبالأخص سوق الغاز، وهذا من خلال الوصول إلى توافق بين الدول المصدرة والمنتجة للغاز، بطبيعة الحال في ظل متغيرات إقليمية ودولية صعبة جدا، لأن لا ننسى أن السوق الطاقوي يتأثر كثيرا بالعامل الجيوسياسي. الآن يتحدثون في التقارير الدولية وفي المؤسسات الدولية يتحدثون أن الجزائر ممول موثوق به، وينتظر أقول لك ينتظر من الجزائر أن تجتهد وأن تعمل وأن يكون لها تأثير إيجابي على جمع الرؤى وعلى التوافق داخل الدول المنتجة للغاز. نجد أن هناك كذلك علاقات قوية ونوعية بين الجزائر وبين الدول المستهلكة للغاز، إيطاليا وغيرها من الدول، ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية. إذن تعول كثيرا هذه الدول المستهلكة خاصة في قارة العجوز، تعول كثيرا على الجزائر من أجل على الأقل ضمان سعر توازني يحفظ مصالح الدول المنتجة والمصدرة للغاز، ولا يضر بمنحنى تزويد هذه الدول المستهلكة للغاز.